مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير واهلا بكم من جديد الى تفاصيل النشره المحليه. اذا يشتكي سكان مداشر منطقه هنشير جماله ببلديه بابر ولايه خنشله من العزله والتهميش والاقصاء من قبل المسؤولين المحليين، حيث لم يستفيدوا من اي برنامج تنموي اقرته الدوله لفائده ترقيه سكان الارياف بما فيها ابسط المشاريع الضروريه الملحه لتمكينهم من التمسك باراضيهم الفلاحية والعيش في كرامة. عمر عمري. طريق ما عندناش، راهو نعانيو بزاف، مازلنا في عهد الثورة. لا ما لا تريسيتي، تريسيتي عندنا فرد كونتور يمشي 10 ديار. الأولاد المدرسة بعيدة عليهم 5 كيلومتر، يقراو نهار في شهر. كي تكون قايلة كي يكون الريح ما يمشيوش، تكون تصب النوم ما يمشيوش. رحنا تابعين بلدية بابار محقورين من كل شيء. رحنا ما زلنا في الاستعمار، ما زلنا نسقوا في الزوال نتاع بكري. رحنا في الاستعمار ما زلنا ما عندنا حتى حية. عندنا 25 ساكنة من هكا منكر، عندنا فرد كونتوري مشي 10 سكاني. نطلبوا من الدولة تشوف لينا وتشوف الظروف نتاعنا.